عم خالد، مساء الخير. طبعا أمر سريعا إلى خدمات الهلال الأحمر السعودي، ومعي محمد آل مريح من الإدارة الطبية بالهلال الأحمر السعودي بنجران. إجراءاتكم الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. حياك الله أخوي علي وجميع المشاهدين، احنا سعداء بتواجدكم. صراحة هيئة الهلال الأحمر السعودي هي تعمل كجزء من المنظومة الصحية اللي بتقدم الخدمة الإسعافية للجميع، وفي ظل اجتياح جائحة كورونا في المنطقة احنا جزء من هذه المنطقة، قمنا باستعدادات من ضمنها عمل خطة طوارئ خاصة في كي تواجه كورونا. الخطة هذه اعتمدت على 5 مراحل. المرحلة الأولى احنا كيف نواجه كورونا في الوضع الطبيعي قبل مرحلة الحظر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية احنا كيف صعدنا إلى المستوى الثاني اللي عندما بدأ الحظر من الساعة 3. بالنسبة للمرحلة الثالثة لا قدر الله إن شاء الله احنا ما نحتاجها في حال كانوا الحظر 24 ساعة، فإن شاء الله الأمور كلها منسق لها وماشية حسب التخطيط. نعم، شكرا محمد آل مريح. الوقت يداهمنا، كان ودنا نطول معك ولكن الوقت يعني. حياكم الله سيدي بلغة، شكرا لك. نعم خالد، كان هذا كل ما لدي حتى اللحظة. عودة إليك بالصوت والصورة.